أهلا بكم مشاهدينا الكرام من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، نصحبكم في هذه النافذة من جولات الأسواق التي نأخذ فيها يعني بعضا من استطلاعات الرأي من خلال الحديث مع المواطنين والباعة. نتجول في هذا السوق، أحد الأسواق المركزية في مدينة نابلس، ونتحدث مع عدد من المواطنين. يعطيك العافية، احكي معك دقيقة، كيف الحال؟ الحمد لله نحمد. عرفنا بحضرتك. ناصر رمانه. واحكي لنا كمان شو بتبيع هون؟ انا ببيع درايه طبعا 3 ب10 الحمد لله، درايه نظيفه. وورقيات كمان عندك؟ كل موسم بتغير البضاعه؟ كل موسم بتغير البضاعه. احنا بنسال عن حركه الاسواق، البيع، الوضع، كيف الاوضاع عندكم هالايام؟ الوضع الاقتصادي حاليا بعد الاحداث الاسرى يعني هلا صار في ضعيف جدا، يعني ضعيف حسب الاوضاع. يعني بتحس الحركة الشرائية وحركة الناس داخل الأسواق مع الأحداث الأخيرة تأثرت؟ يعني أنتوا كباعة لمستوا في تأثير؟ في تأثير، في تأثير. ولا بتحس الناس تأثرت من حيث انشغالها بالأخبار؟ هي إجمالا نوعا بالأخبار وبالأسرة، الوضع الاقتصادي صار تراجع لورا شوية يعني. طيب وين تذروة الحركة الشرائية عندكم هون في السوق الشرقي؟ أكثر فترة بيكون فيها حركة؟ هي هاي منطقة يعني اقتصادية، يعني للفقير أكثر شيء من الغني يعني. بالنهار، فترة النهار يعني، وهلا أخرى شوي بتشد الحركة يعني، بصير يعني حركة منيحة يعني. يعطيك ألف عافية يا رب. فيك يا حياك الله. إذا نتجه للداخل أكثر، في داخل السوق. كنا نحن على مدخل السوق الشرقي الذي يؤدي أيضا من هذا الاتجاه للبلدة القديمة، هو أحد الأسواق الحيوية في مدينة نابلس. يعطيك العافية، تحدث معك شوي، كيف الحال؟ تمام الحمد لله، الله يسعدك. أسامة حمادني. حياك الله. يعني صدفة احنا كنا مقابلينك في احدى النوافذ، لانك نعم مسؤول حديقة الطبيعة في عصير الشمس. صحيح. نعم صحيح، مأوى الكلاب. صحيح. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافية. احنا اليوم بس عاملين نافذتنا عن الاسواق والحركة الشرائية. كمواطن بتمر من السوق، كيف شايف الوضع داخل الاسواق؟ والله الله يعين العباد، يعني بصراحة الاسعار مش سهلة ومش رخيصة يعني. يعني بتحكي عن كيلو البندورة ب8 شيكل اخذته، بتحكي عن كيلو الدراك ب 12 13، بتحكي عن النجاس ب 8، بتحكي عن المانجا ب 8، في شيء رخيص يعني، سواء فواكه ولا خضار كلياته غالي والله. الله يعين. مع انه يعد هذا السوق من يعني اقل الاسعار، خلينا نحكي مقارنه بالاماكن الثانيه ولا لا؟ بصراحه بخبيش عليك، انا جاي على السوق هون لانه بصراحه الاسعار هون بتكون ارخص من الاسواق الثانيه. يعني لو بدك تروحي مثلا على المجمع الغربي تحت راح تلقى السعر نار اضعاف مضاعفه. فجينا هنا ويعني الحمد لله رب العالمين، شوي الوضع الله يعين العباد، يعني مش كل الناس بتتيسر لها انها تقدر تاخذ من هاي الفواكه. يعني كثير بمبكوا على هذا الشخص، وبجوز اول بيعه ببيعها وبحلف انه براس مالها. ليش؟ لانه بصراحه شكله فيش حركه شرائيه منيحه. لو في حركه شرائيه منيحه بتلكي بشد شوي بالسعر، بس لا، رخى على اساس انه يمشي بضاعته. تركيز اكثر على الاساسيات في هذا الوضع بكون؟ اكيد اكيد، بس برضه في متطلبات. بعدين عندك تاخذينيش يعني طلاب مدارس، عندك حضانه، عندك هذا، يعني بده ياخذ معاه برضه بالسله تبع الصبحيات، بده ياخذ موزه، بده ياخذ له حبه تفاح، بده ياخذ هذا، ما بتقدر تقولي له ما في. يعني الا بدك تعطيهم للولاد المدارس. يعطيك يعني نعم. يعطيك الف عافيه. شكرا. يعطيك العافيه، تحدث معك، بسال عن الوضع. على اذا عن الاسعار بعطيك، اما الوضع انسي. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يخليك يا رب. اعطينا فكره عن الاسعار عندك هلا. السوق الشرقي معروف انه اسعاره الطف من الاماكن الاخرى، يعني اقل. البضاعه غاليه على الكل يا خيتي، البضاعه غاليه على الكل مش علينا بس. شو الاسعار اللي بهالكم يوم حسيتها فرقت؟ اي اصناف عندك؟ الزهره هاي بنبيع فيها ب10 الحبه، عندك بندوره ب7، عندك الملون ب7، ملوخيه ب7 الظرف كمان. قبل ايام كانت ب7 وهلا صارت كانت ب6 ب7.
صعب 10 اليوم، غالي كل شيء غالي. فيش بضايع، هاي بوكستها هاي 60 شيكل، فيها 8 روس طالع علينا الراس ب 7 شيكل 8 شيكل من ارضه. والبندوره ب 55 وب 60 شيكل الكرتونه. كيف بتقيم الاقبال مع هالاسعار؟ والله على الفاضي، والله ما بنربح ولا شيء والله. وفيش اسواق، فيش على الفاضي. حركه ضعيفه؟ حركه ضعيفه كثير. فيش اسواق، هاي من الصبح لهسه مش فاتح 4 كراتين بندوره، يعني مبيوع 4 غير هدول. فيش اسواق. الله يبارك لك. الله يخليك يا. ويعطيك الف عافيه. إذن كما تحدثنا، هذا السوق يعد من الأسواق المركزية في مدينة نابلس، وأيضا بالنسبة للمواطنين تعد الأسعار فيه أقل من عدد من الأسواق الأخرى داخل المدينة. هو سوق شعبي، عادة ما يكون مزدحم. حركة المارين هنا أيضا تكون حتى من خارج المدينة، ليس فقط قاطني نابلس. ومدينة نابلس أيضا من المدن التي يعني يدخلها أهالي البلدات والقرى المحيطة بشكل يومي، ويؤثرون كثيرا في الحركة الشرائية داخل المدينة. يعطيكم العافية. نسأل عن الوضع، إحنا نحكي مع حدا فيكم إذا في مجال. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك ألف عافية. فيك. عرفنا بحضرتك منذ سمارة. تحياك الله. شو الأصناف اللي بتبيعها؟ شو موجودة؟ كل شيء موجود. فواكه عندك؟ نكترينة، جوافة، رمان، أفوكادو، بمبوة، مانجا. احنا بنسأل عن الحركة الشرائية في الأسواق، كيف بتقيمها؟ وهذا يعني من أنشط الأسواق يعني. عدم عدم. فيش أسواق. فيش أسواق من مرة. طب امتى اكثر فتره بالنهار بصير فيها حركه عندك؟ بصير يومين بالاسبوع بس، يقبضوا موظفين بعدها بتموت، بعدها بتتعب. كيف يوم السبت؟ سبت وخميس اعتبار، وبعد اسبوع عدم. طلع البلد كيف هذا وضع سيء. يعطيك الف عافيه يا رب. يعطيك. نذهب بهذا الاتجاه لداخل السوق أكثر. طبعا في هذا الجزء من السوق ايضا لا يقتصر البيع هنا، او لا تقتصر المحلات والبضائع على الخضار والفواكه، هنالك ايضا محلات منوعه تبيع المواد الاستهلاكيه، البضائع الاستهلاكيه، مواد تموينيه وبلاستيك وبهارات وغيرها. كما ذكرنا، هذه المنطقة حيوية وتعد من الأسواق المركزية في مدينة نابلس، وتعتمد بشكل كبير على من يأتون لمدينة نابلس يوميا من القرى والبلدات المحيطة، لذلك نجد هذا التنوع داخل السوق. نسأل عن الوضع. السلام عليكم. يعطيكم العافية. لمين البضاعة هون؟ يعطيك ألف يعافيك يا ربي. إيه بس بندورة عندك ولا في أصناف ثانية؟ بندورة. أنت شايفة كيف الوضع؟ اللي بحد بيقدر يجيب شيء غير هاي البندورة؟ ماله الوضع؟ الوضع صفر صفر على الشمال لسه. طلع البلد، طلع فيش حدا بالشارع، وبندورة برضه مش رخيصة. كم سعرها عندك؟ 5 شيكل ببيعها. 5 ببيعها تحت ب6 وب6. احنا صرنا حاكين مع عدة بياعين هون، لغاية الآن متفقين انتوا على نفس وجهة النظر، ما في حركة، الأسعار غالية. الحركة ميتة على الآخر، والبندورة يا عمي غالية ومش نظيفة كتير لسه، ومش نظيفة كتير، ونبيعها بمخسر قاعدين. هي بتكلف أكثر من 5، ونبيعها ب5 نمشي السوق،
ورح نرجع فيها، يعني مش رح نبيعها لسه كلها، رح نبيع. هلا مسويه لما تخف الحركه اكثر بتغير السعر عندك؟ لا بتغير، بنصير نبيعها باربعه، ثلاثه كيلو، بعشره، ما فيش على الفاضي، الناس بتاخذ ايش؟ يعني امبارح بيتت مشتاح كامل جبت، بيتت 20 كرتونه منهم، بعت ثلاثه بعشره وعلى الفاضي. الشناس برضو بترجع البضاعة معك؟ بترجع لنا، نرجع تاني يوم منبيعها، بتبيته ونرجع تاني يوم منبيعها، ونفس الحكي. طيب طلع كم واحد قاعدين، كلنا قاعدين بشتغل بالخضرة، معطل فيشي، فيش أسواق ميتة، لمين أنزل؟ بخصة أنزل من الصباح للرباح على 20. طيب شو السر بهالارتفاع الكبير في الأسعار؟ يعني كل الأصناف مش بس الفواكه، كمان الخضرة، بس البندورة والكساي الغالي أغلى شيء، حتى الزهرة بعشرة شيكل. الزهرة سبع سنين بريحوا الأرض عندهم، فبيستهلك كل بضاعة الضفة. يعني لما تريح أنت الأرض ياهو سبع سنين، وين بدي أجيب من هون؟ من الضفة الزهرة باخدوها، البندورة كلها باخدوها، بيرتفع الأسعار، بصير فيش عنا إيش بضاعة، فبترتفع، واللي بيزرعوا لها كلها بيستغل هالوضع، يلا ارفع بهالأسعار، وإحنا بزبطش معنا. يعني تيجي تحكي للواحد كيلو البندورة بسبع شيكل، أوه بصير يضخ عليك، إيش يعني؟ هاي علينا بخمسة شيكل، أربعة شيكل ونص، لما نبيعها ثلاثة بعشرة هذا مخسر، هاي إذا بتبات أكثر من يومين بتخرب. مع انه احنا بنحكي عن اكثر الاسواق حيويه في مدينه نابلس. كان زمان، اليوم في شيء. وضع الكورونا برضه، وضع الكورونا اثر كثير، وضع الكورونا. طيب نحكي في جانب اخر، في الاسواق عاده الناس اللي بتواجدوا بالسوق بشكل مستمر بيسمعوا احاديث الناس واهتماماتهم. خلال الايام الماضيه شو كان المحور الابرز؟ المحور الابرز تبع جنين عن الأسرة. يعني لما مسكوا والله كلنا زعلنا، يعني احنا هيك بهمنا، يعني بالنهايه رزعها الله. الجو والله كله حزن وكئيب، حزن. واحنا هون بنابلس انقهرنا لانه جنين عملت اضراب، وكل الضفه عملت تقريبا اضراب، وهون ما وافقوش على الاضراب تاعنا، والناس اضربت منها لحالها، كانت معسفه السوق، واقفين كنا هيك. الناس كانت حزنانه وتاثر الوضع. ولا يا عمي، يعني هذول رفعوا راسنا بالنهايه، بس احنا بالنهايه ما وقفناش معهم الوقفه الصح. والله ما حد وقف معهم، ولا حدا. يعطيكم الف عافيه يا رب. السلام عليكم. يعطيك العافية، بس بدي تلف لي. يلا طيب نقف عند هذه الزاوية، نستطلع رأيا آخر، ولو أن الآراء لغاية الآن جميعها يعني في نفس الاتجاه. يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا بحضرتك بالأول. أنا سمير خضير. من نابلة. أهلا وسهلا فيك. احنا عاملين جولة صغيرة عندكم في السوق، بلشنا من بداية السوق واجينا عندكم نسأل عن الوضع. هلا وصلنا للمركز للنص، المفروض هنا يعني في حركة منيحة يكون، كيف الوضع؟ السوق ألف، منيح الوضع. عندكم هنا الحركة أكثر من الأطراف صحيح؟ هيك شيء. تشعر إنه أهل البلدات والقرى المحيطة في نابلس بيحركوا الوضع عندك فعليا في هاي الأيام؟ منيح الوضع. كيف الأسعار عندكم طيب؟ لا الأسعار عادية منيحة، مش غالية. أول شخص بيحكي لي الأسعار مش غالية. بندورة خمسة، أنضف بندورة. ما بيستغلوها الناس؟ لا بيستغلوها، مش كلهم، اللي بده ياكل بيسأله. طيب يوم السبت نسأل عنه، كيف الوضع عندكم؟ يوم السبت معروف السوق بيجي نار منيح. يعطيك ألف عافية يا رب. مشاهدينا إذن يعني كانت هذه عينة
من آراء عدد من المواطنين هنا داخل السوق الشرقي في مدينة نابلس، وكانت يعني معظمها لنقل بذات الاتجاه أن الحركة الشرائية يعني لا تقارن في الماضي، فهذا السوق يعد من أكثر الأسواق حيوية، وهو سوق مركزي من أسواق الخضار في مدينة نابلس، دائما ما يكون مكتظ بالناس، ودائما ما تكون هنا الحركة الشرائية نشطة جدا في معظم أوقات النهار. ولكن ربما يعني ظروف الفيروس التي كانت في الفترة الماضية، وأيضا التراجع في الأوضاع الاقتصادية، جميعها طبعا تنعكس على الأسواق بشكل أساسي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من داخل السوق الشرقي في مدينة نابلس، نلقاكم إن شاء الله في النوافذ القادمة.